ننتقل زينب لمساحتنا التالية بعالم الطفولة لنتعرف من خلالها على بعض الأساليب والطرق لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية لبناء الوطن والمجتمع. شو دور الأهل وشو دور المدرسة وشو دور المحيط كله؟ هذا أمور رح نتعرف عليها مع تفاصيلها. بصرنا نرحب بمريم العيسى، خبيرة تدريب ومهارات حياتية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا صباحك مريم. يعني عم نحكي على موضوع اليوم، يمكن الأهل كتير عم بيعودوا أطفالهم على الاتكالية بكل شيء. اليوم نحن بدنا نحكي كيف فيهم يحملون شوي من المسؤولية تبع الظروف حتى يتأقلموا معها، وخاصة الظروف الاقتصادية المعيشية، حتى يتأقلموا مع جو العائلة المجتمع والمدرسة أيضا. فخبرينا كيف فيهم الأهل يخلوا الطفل يعني يتحمل مسؤولية، يقدر يكون قادر على الاتكال على نفسه. تمام. اول خطوه لما الطفل يكون، هلا دائما في سؤال بيسالوه الاهل انه امتى انا بلش اني احمل ابني المسؤوليه، فالجواب دائما بيقول لك لما هو بيطلب. يعني لما هو ببلش يطلب انه انا معلش اعمل هي القصه، معلش ساوي هذا، غالبا الاهل يا خوف يا حرص يا كذا، عده اسباب، فهن بيمنعوا او بيحاولوا يتجنبوا انه لا لساتك صغير، لا لساتك كبير. والولد دائما بيقول لك انه انتم امتى ما بدكم تخلوني كبير، امتى ما بدكم تخلوني صغير. فهو بيعرف، هو بيقدر يحدد هذا الشيء متى ما كان هو مستعد وشو ما كانت المهمات. يعني دائما الناس بشكل عام وعية بفرجية انه لازم تكون كلمة تحمل المسؤولية معناها هو شيء كبير. لا، هي بتبلش من بداية، من البداية، من بداية هو ببلش يتحمل مسؤولية انه هو يلبس، انه هو ينظم وقت نومه، ينظم وقت دراسته. يعني حتى موضوع الدراسة او موضوع التنظيم هذا اللي عم نحكي عنه، لما انا بعطيه هي المهارة او بسمح له فيها، مو بعطيه لانه هو مثل ما بقول بيطلب، الولد او البنت بيطلبوا لكن الاهل شوي بيتمنعوا. فنحن امتى بنبلش نحمله هذا المسؤوليه؟ لما هو يكون مستعد. هي اول شغله. شغله ثانيه من الامور البسيطه، يعني نحن ما نستنى الولد ليكبر لنقول له انت ما بتتحمل مسؤوليه انت لازم لا، هو لما ببلش من هو صغير تحمل مسؤوليه تخته، مسؤوليه خزانته، مسؤوليه غرفته، مسؤوليه اكله، هي القصص. بس يبلش يتحمل مسؤوليته شوي شوي بتلاقي، والامهات بيعرفوا بيميزوا بين اولادهم، بيقول لك ابني هذا بيتحمل مسؤوليه، ابني هذا ما بيتحمل مسؤوليه. كمان شغله كثير مهمة، ما نحكي هذا الكلام قدام الأولاد لأنه الولد بيتبناه وبيقبله. يعني بيقبل الفكرة لأنه إذا أمي عم تقول هيك، الناس أو المصادر الموثوقة عنده والرموز السلطة بالنسبة له، رموز الطاقة بالنسبة له، إذا هن اللي عم بيقولوا له أنه أنت ما تتحمل مسؤولية، فهون دغري رح يلتقط الولد ورح يتبناها حتى لو كبر هو وقال لك أنه أنا لا. ما بيعرف السبب، لكن هي واحدة من الأسباب المهمة كتير على المستوى الطاقي أنه نحن ما نحكي قدام الولد. حتى لو شفنا هذا الشيء، حتى لو اجت الام بتقلك ايه بس هو هيك، هو هيك بس لا تقولي هيك قدامه مشان ما يضل متبني. وبعدين دائما عكسي الحاله، يعني بدل ما تقولي لا ابني بيتحمل مسؤوليه، قديش نحن بنحتال بهي القصه، بنفكرها حيله منشان نسمعه، لكن هي ابدا مو حيله. ولازم نكون نحن مصدقين الفكره، يعني انا مو بحكيها وانا بيني وبين نفسي معلش حاول صدقها وصدرها لابني، لانه ابني رح يستشعر حتى لو انا حكيتها مثل ما بيقولوا بلفه ودوره. فلازم ما احكي قدام الاولاد انه انتم غير قادرين على المسؤوليه، لازم حملهم اياها بشكل مجزا وشكل بسيط يعني تدريجي. وهي يعني هدول اهم شغلات بمستوى عمر يعني صغير. نعم، يعني يمكن مريم حكيتي عن تفاصيل كتير مهمة وعن دور الأهل في أنه هن يفهموا أو يعطوا يصدروا لطفلهم شو الواجبات اللي عليه، وأيضا الحقوق. يعني في عنا حقوق وعنا واجبات، أنه أنت من حقك تلعب ولكن في وقت معين، أنت من حقك أنه تطلع مشوار كمان في وقت معين. يعني دائما في أهل بيقولوا بيعطوا أحيانا كتير مد للطفل ما في ضوابط معينة، في عالم لا بالعكس، يعني ما في حل وسط، ممكن انه لا دراسه دراسه، وقت اللعب يمكن بتحدد له هالخمسه دقائق. قد ايه مهم التوازن ايضا بانه نحن نعطيه حقه، وانه بنعرف انه انت اذا درست عندك هالساعه فيها مرح تستلعي. تمام، خلينا نحكي عن التوازن. كثير حلو اللي حكيتيه، بس وداني لمكان خلاني افكر بالاشخاص او الفروق الفرديه بين الاطفال. يعني الفروق الفرديه بين الاطفال او خصائص الاطفال، كل طفل بيتميز بشيء معين. انه مثلا في طفل قادر على تحمل، هلا في تعليمات عامه خلينا نقول انه حتى الكبار يعني انه عم يدرس او كذا، فهو 45 دقيقه خلص ما عاد يستوعب، ما عاد يستقبل. تمام، لكن الاطفال عندهم قدرات معينه، فهذا دور الاهل والمدرسين والناس اللي حواليه تلاحظ هذا الطفل قد ايه بيتحمل يركز، هذا الطفل قد ايه بيتحمل. ممكن في اطفال 5 دقائق، لكن لما بترتاح 10 دقائق، هدول 5 دقائق كثير لهم قيمه، يعني بينجز فيهم. وفي اولاد بيقعدوا ساعه
بقيمة الخمس دقائق. فنحن يكون عنا هي النظرة أو هي الفكر أنه أنا انتبه على ابني وشوف راقب ابني. يعني واحدة من القصص اللي صارت معي أنا على الصعيد الشخصي، ابني ما يعني كنت سمع له، كان صف ثالث أو رابع، سمع له ما يقدر يقعد، يعني ما يقدر يقعد وأنا قاعدة عم سمع، هو بده يضل واقف، هو بيأكل هو واقف، هو بيتفرج على التلفزيون هو واقف. بعدين يعني انه انا بدي اياه يقعد، بدي عم حكيت حالي انه لا انا بدي اياه يقعد، بس هو ما عنده مشكله بالوقفه. بتذكر تماما المشهد انه انا كنت سمع له وهو كان ينط على الكنبايات بس عم بيسمع، يعني عم بيسمع. طب اوكي انا بدي اقبل هي الحاله لانه هو عم يعطيني عم يعني عم ينجز اللي تماماً عليه تماما. فانت بدك تشوفي الحاله اللي هو بده يصدر لك اياها واللي بيكون عم ينجز فيها، مو نحن اللي بنحددها، مو نحن كأهل دائما نحن بنعرف، هو بيعرف بالضبط الطريقة اللي بيقدم لك فيها، بس انت قدمي له الجو والوقت وعطيه مساحات من الحرية بالاختيار، عطيه مساحة من الحرية بالقرارات. كتير هذا الشيء مهم اليوم، كتير أشخاص بيجوا هن كبار ستات ولا رجال بيقول لك أنا ما فيني أخذ قرار، ما بقدر أخذ قرار تجاه الأمور الكبيرة. اللي ما بيقدر ياخذ قرار تجاه الامور الكبيره هو اساسا تجاه الامور الصغيره، يعني على مستوى لبسه، على مستوى يروح مشواره ولا ما يروح، يدرس هي القصه ولا ما يدرسها، هو ما بياخذ هي القرارات ما نو معتاد عليها. فهي نفس القصه، نترك المساحه للاولاد، نراقب نحن ونشوف هن وين انجازهم، هن وين بينجزوا، هون بندعمهم. نعم. خلينا نحكي كمان عن يمكن الدور التكاملي للمدرسه للانسات يعني بناء شخصية الطفل. خلينا نقول من أي عمر ممكن بلش الطفل يتأثر بالمعلمين؟ يعني نعرف مثلا دائما في حدا من المعلمين مفضل تأثر فيه وبيقلده أحيانا الطفل، فخبرينا كمان هاي القصة. هلأ من أي عمر؟ نحن كلياتنا بنتذكر أنه الأساتذة اللي بسنين الأولى كلياتنا بنتذكرهم، ما بننساهم دائما في إلهم شيء بذهننا، يعني ما بنقدر ننساهم. فدائما الطفل بيتذكر بالسنين الأولى، ودائما بيتذكر الأشخاص اللي أكثر أثر في عنده. لكن هلا حكينا من شوي إنه مين اللي بيترك أثر عندي؟ أثر ممتد، يعني أثر طويل، هو الشخص اللي بيعطيني الثقة، الشخص اللي بيحسسني إنه مشاعره جيدة تجاهي، قبلاني، بيحبني شو ما كنت أنا. أحيانا بيكون الولد من أهله مرفوض ومن الاستاذ مقبول، فبيترك عنده اثر كثير جيد، يعني بحب الاستاذ يروح المدرسه طبعا أكثر ما يقعد. فالدور بيه. هون الدور هون انا لما اذا انا كدور معلمه وبلاحظ ملاحظات معينه تجاه طفل انه جيد او 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 عنده خليني اقول قيمه اعلى من اقرانه، وخليني اقول تعلم جيد او تلقي جيد، انا المفروض اتواصل مع الاهل نقدر ننمي هذا الشيء عنده. انا كدور كأم لما بعرف انه انا ابني عنده شيء معين شيء مميز، كمان بقدر صدر هذا الشيء وبقدر انا اكمل يعني هالموضوع بالتعاون بيناتهم. ولما بيكون الشيء سلبي، يعني لما بيكون انا عندي مشكله، ليش الاهل كلهم بيدقوا والاساتذه بيدقوا لما بيكون في شيء سلبي، كمان لما بيكون في شيء ايجابي وفي شيء جيد او موهبه او هبه عند هذا الطفل نحن لازم نهتم فيها. نعم. كدور من الجهتين يعني. في شغله كنت بدي اقولها من شوي انه الام احيانا بتكون امه معلمه، تمام؟ هذا الدور هي تحاول انه يعني مو تفصل، خليني اقول، بس ما تنظر للاولاد بالبيت بعين المعلمه، يعني دائما يكون عندها موضوع الفصل بين انه انا ام بهذا البيت ومعلمه هنيك. هي المشكله ليش حكيت فيها؟ لانه كثير عم يصير منها شكوى، تجيني بنت مراهقه بتقول لي انه انا امي دائما بتعاملني على اني انا تلميذه عندها وانا ماني تلميذه عندها. كمان ننتبه لهذا الموضوع لانه كثير مهم. صح. يعني مريم يمكن حكيتي نقاط كثير مهمة زينب، ضمن هيدا النقاط انه حتى المراهقين احيانا بيواجهوا صعوبات مع الاهل، وهيدا الصعوبات يمكن عم تنعكس على مستقبلهم احيانا، بتؤدي الى الانحراف يعني ممكن. صحيح. ما بيكون عندهم ثقة يمكن مريم او كبت ببعض المراحل، فبتلاقيهم متمردين على الواقع. تمام. هذا الكلام لما يتم اشباع الرغبات النفسية، يعني الجسدية والنفسية والعاطفية، وهن صغار قبل سن، يعني هن صغار يعني من 3 سنين 4 سنين 5 سنين، لما تتم إشباع هي الرغبات كاملة، المراهقة تتم أو بتمر بسلام أكثر. نعم. يعني لما بتم إشباع هي القصص، لما بيصير في تمرد بيكون هذا الطفل تعرض لنوع من التخويف والعقوبات والإقصاء وإنه دائما أنت تحت ضغط معين. وهدول الأطفال أو خليني أقول اليافعين بهذا العمر اللي بيتمردوا لأنه هن كان في شيء عندهم بخوفهم أو في شيء عندهم بيردعهم، سواء الأم الأب المدرسة الجد مين ما كان، في عنده حدا رادعه.
هدول بيتمردوا بشكل كثير كبير. يعني هدول الاولاد اللي بتشوفيهم انه بيروحوا بيصير عندهم ادمان، بيصير عندهم قصص، هدول دائما بيكون بدراسات معينه انه هن تم تخويفهم، تم حبسهم، تم اقصاؤهم. فننتبه لهذا الموضوع، لانه انا ما بفرح لما بيجي بيقول لك انا ابني ما بيقول لي لا، شو ما بقول له بيقول لي ايه، شو ما بقول له لا بيقول لك ايه، لانه هو خايف منك، لانه ما في طفل دائما بيقول ايه، ما في طفل دائما ما عنده نقاش. واساسا كمان في مفكر ومربي وكثير معروف كحكى مره كلمه، قال انه انت لما ابنك يقول لك لا انبسط، لانه هو معناه انه ابنك عم بيفكر، عم بيفكر انه انا ما بدي هذا الشيء، بدي هذا الشيء، عم بيفكر وبالتالي عم يختار، عم يختار وبالتالي بصير عنده قرار. فالقصه مو انه انا بفرح انه ابني بيسمع كلمتي وما بيقول، ما بيقول لا، هذا الشيء ما انا مؤشر جيد، بالعكس انا ناقش ابني واخذ واعطي معه وخليه يقول لا وقول له ليش لا وخليه يناقشني. نعم، هذا شيء جزئيه بتبني، يعني ما انا جزئيه انا بخاف صحيح منها يعني. نعم مريم، يعني بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله كل الاهالي ما بيواجهوا اي صعوبات وتمر هالمرحله تبع الطفوله وسن المراهقه بسلام على كل الاسر السوريه. شكرا لك. شكرا كثير لك. شكرا لك مريم ايضا على المعلومات، وشكرا على الاضاءه على تفاصيل يمكن هي بتواجه جميع الامهات بحياتهم، وخاصه بمجال الطفل اللي هو خلينا نقول يعول عليه البناء المستقبلي. اهلا وسهلا.